مباراة الأهلي والجونة النهاردة، عايز سريعا كده كابتن علاء لو تفتكر أيام زمان لما كنا بنخش في بعض المطبات الصعبة اللي هي زي ديت، إحنا كلاعيبة كلاعيبة النادي الأهلي بغض النظر عن الجهاز الفني، الجهاز الفني طبعا بيحاول يجمعنا ويحاول يكلمنا ويحاول يطلعنا من اللي إحنا فيه، ولكن في حاجة مهمة جدا لاعيبة النادي الأهلي ودورهم في التوقيت دوت. تاني يوم على طول. أنا فاكر أيام زمان، فاكر الكابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت البطل الله يرحمه، بيلمونا لما بالزبط. ننسى اللي فات، بص للي جاي، نبتدي نتكلم. هو ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل على فكرة أيمن في كل الأجيال. ما بص يا أيمن، في حاجات كده في النادي الأهلي مش موجودة في حتة تانية خالص. صحيح. اللي يعرفها اللي عايش جوه النادي الأهلي. اللي أنت بتقوله ده حصل في كل الأجيال. اللي قبلنا واللي بعدنا، هو بيحصل مش عايز أقول كبوة، دي حاجة تعبانة قوي كده، تلاقي تاني يوم كابتن الفريق دايما بنقول عليهم اللعيبه الكبار، اجتماع قبل التمرين يقعد مع الناس كلها يخرجك في ثانيه من اللي انت فيه، عشان ما تنزلش الملعب وانت متضايق قرفان. لا 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 خلاص، الموضوع تنزل من الملعب بيبقى بدايه جديده، تحس ان انت لسه بادي تاني. عايز تبقى عايز تلعب، عايز تكسب، كله عارف في شعله نار في الملعب. بس مع الجماهير على طول، جماهيرك يا ايمن، حتى جماهيرك يعني سبحان الله جماهيرك مميزه جدا. جمهور نادي الاهلي عمره ما جه على لعيبه النادي الاهلي، عمر ما عمل لهم احباط. في عز لما يكون في مشكله تلاقي الجماهير مطلعاك السما، عشان كده جمهور النادي الاهلي ده لوحده، النادي الاهلي حته لوحده. هي دي المشاكل اللي في ناس كتير قوي مش حباها، حتى الناس بتحسدك على جماهيرك. يعني ده في ناس بتحسدك، ايه الجمهور ده؟ الجمهور اللي لما بيحصل حاجه شايل فرقته في السما، لما بيكسبوا برضه طالع بيهم السما، اللي هو جمهور دايما ايجابي. ايوه، جمهور النادي الاهلي عمره ما كان سلبي. صحيح. فتخيل بقى لعيبتك، يعني اللعيبه الكبار بيعملوا ايه؟ بيجمع فرقتك، اللي حصل حصل، بدايه جديده، بتلاقي حاجه ثانيه خالص ثاني يوم على طول. متهيألي كان حصل موقف ايام مستر مانويل جوزيه لما رحنا اول كاس عالم للانديه، خسرنا على طول. ايوه، بعدين قال ان احنا السنه الجايه هنيجي مره ثانيه وهتشوفوا ايه اللي هيحصل. وحصل ورحنا مره ثانيه، وبعدين كانت النتيجه احسن من السنه اللي قبلها. حاجه ايمن، سيبك من ده كانت مباراه يعني كاس الانديه. هقول لك، عايز افكرك بيه، كابتن علي كان موجود في الجهاز الفني. ايوه، قبل كابتن يوسف. ايوه، واحنا راجعين من كاس العالم للانديه، النادي الاهلي طلب ياجل مباراه الاسماعيلي بتاع الساعه البيولوجيه، ولسه عمليه النوم والتنظيم. أيوة. اتحاد الكره رفض، قال لك عندي جدول عايز استكمله بسرعه. ايوه، رجعنا خسرنا من الاسماعيلي في استاد القاهره وسط جمهورنا 3-0 او 3-1 على ما اتذكر. انت كلاعيبه بقى طالعين، احنا مستنيين المباراه اللي بعدها. احنا انا مش شايف مين اللي جاي. أيوة. يعني حظها كان المقاولين هو اللي المباراه المقاولين بعدها. كسبنا المقاولين في المقاولين 5. أيوة. هو ده الرد اللي لازم يكون. حاجة لا انا هقول لك حاجه، اجمل من كده بكتير. ماشي، الصفقات اللي كان هنا اللي بتاع تريكا اللي هناك. صحيح. هنا احنا انت خسرت البطوله. صح. مستر جوزيه قبل ما يخش عندنا راح داخل عندهم. مبروك، احنا نكسبكم هناك. انت بتتكلم في ايمن، هو ما بيقولش على فكره، والله مش بيقولها، مش بيقولها نوع من الشو او حاجه، يعني او تهديد. هو واثق، هو واثق في نفسه، واثق ان الاوضه الثانيه فيها لعيبه هتجيب الكاس، هتجيب الكاس. بس هو ده لعيب النادي الاهلي، هو حتى ده مدير فني النادي